وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناتكم جلوبال. قبل البدء لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أشعل النجم الدولي الجزائري لفريق موناكو الفرنسي إسلام سليماني الصراع بين قطبي الكرة الإسبانية أتلتيكو مدريد وإشبيليا، حيث كشفت صحيفة ماركا أن الثنائي المذكور يسعى للتعاقد مع إسلام سليماني المدعو سوبر سليم خلال الميركاتو الشتوي الحالي لتدعيم القاطرة الأمامية. ذات المصدر كشف رغبة دييغو سيميوني في ضم ابن عين البنيان من أجل خلافة المهاجم الإسباني دييغو كوستا الذي تعرض لإصابة معقدة. يذكر أن لاعب شباب بلوزداد السابق أعير من فريق ليستر سيتي الإنجليزي لمدة موسم واحد لموناكو الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الماضي. ليصلكم كل جديد لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا. دمتم في رعاية الله.